المشكل اللي كان عندي في سميتو في الصوت اللي دابا ولا مزيان هو واحد الادابتر ديال المايك اللي لقى ليا واحد الفان كنوجه ليه التحيه من هذا المنبر السي عدنان اوتي الصديق ديالو ايوب. Thank you so much bro for your help. إذ لم تكن أنت يا ولد فإنني لن أبدأ المطوروق الآن. Maybe after. So أيا ميزون سوزوكي هي هادي أيا خاوية تقداو العشران كل ما عرفتش علاش ديما كتوقع لي هاد البلان كيبان لي الضو خضر كان كثيري شوية باش نوصل على الخضر كيشعل حمر. هاد المرة خاصني نشوف الضو خضر بلوتو الضو حمر مشعول. كما قلت لو ترافاي حاز بخير مزيان لاباس عليك دنيا هانية الله يحفظك الله يبارك فيك. نعطيك تكابري شوية نعطيك الموتور تكابري شوية بلاش دوسي الكابراج بكري تبارك الله عليك ياك نهارك مبروك والله ما عندك ما تدير به خاصك شي جولد وين ستاج ديال سوبر ماريو بدا يلا زيد شوفوا هاد سوبر ماريو فوقاش غادي ساليو معاه هذا ستاج الثاني كضرب 500 متر ب 60 بيج دابا كل بيج فيه بوسيبيليتي انك تفرقع لا ريد ويل اونتر كيومي لي زاري دوين اللي ما كيعرفوهمش هما واحد ليوتيوب هما لي جوان سبي اللي كيعرفوهم بالفرنسي واحد جليدات صغار كيكونوا في الفورج هما اللي كيحبسوا الزيت باش ما يهبطش كاينش اللي ما دارش في صغرو ولا مازال كيدير دابا بموطور كنستخدموا البنوات مثلا دير الكاسك يا خويا دير الكاسك ما تعرف تلقى وقتاش كتجي كاين شي وحدين سولوني على دي ميساج على كي كدير تسوق وسط الزحام وسط الربيج كامل خويا انا غنقول لك واحد القضيه انا غنقول لكم كاملين واحد القضيه غنحاول نقنعكم باللي السوقان في المدينه بالموتور سورتو بالموتور صعيب بزاف اكثر من اللي كتاخذ الباك نقول لك علاش حيت خاصك دير في بالك باش كتكون صايب سيكو لي زوطوموبيليست صحاب الطوموبيلات باش كيكونوا غاديين صايقين راه دي فوا كتلقى بنادم كاين اللي كتلقى معصب كاين اللي كتلقى ما دازش ليه لاصول كاين اللي كتلقى مدابز مع مرتو كاين اللي سلخ مرتو كاين اللي سلخاتو مرتو فهمتي تشوفوا دونك كاين بزاف كاين اللي مريض كاين اللي فيه السكر كاين اللي فيه ستريس راه بنادم حالو احوال كاين اللي محمق ولده في المدرسه والله يسمح لنا من الوالدين دوكو باش كتكون غادي راه كل واحد وكي كتلقى سكران راه بنادم راه ما تعرفش فهمتي لي طا ديسبري ديالو كيدير يعني احسن حاجه دير باش تكون صايب هي ضروري ومؤكد
انك بعدا تكون لابس الكاسك وتكون لابس لي غون ولي بروتيج ديال الركبه ودي بوت سي بوسيبل دير دي بوت ياك وكيما قلت لك دي غون شي جاكيت يكون فيها لي بروتيج. وثاني حاجه هي انك تيسي او ماكسيموم دو ريسبكتي لو كود لا روت لو كود لا روت تحترمو. اما خسر والو اخويا الا حبستي في قيف ولا حبستي في روج فهمتي راه دي فوا راه بعض المرات قسما بالله الا لو في انني نحبس في روج كيعتقني ولا في انا حبسني في الضو الخضر كيعتقني راه فيا اللي بقى غادي مكسال وقيف ما نحترموش فهمتي ما ندير لاكاس كلا والو داكشي ما خدامش داكشي دوزناه شحال هادي وعرفنا بلي ما خدامش. احسن حاجه هي كون تو ريسبكت لو كود لا روت راه ما كاين ما احسن ما تريسبكتي. علاش كتكون مرتاح مع راسك ومع بالك وغادي بخير حتى الله يحفظ الله يحفظ الى قدر الله وقع لك شي بلان الله يسر وقع لك شي بلان بعدا كتكون اول حاجه كتكون بروتيجي اول حاجه دير الكاسك دير الكاسك دير لي غون دير دير بزاف ديال الحوايج تحيه الرجال الامن تبارك الله عليكم. دونك كما قلت لكم باش كتكونوا دايرين الكاسك الله يحفظ الله يحفظ الا قدر الله وقعت لك شي حاجه وصدقتي وطحتي ولا كاسك شي واحد راه مينيموم بعدا راك داير لي بروتيج ديالك الا طحتي كاع غادي المهم تقدر تقصح فهمتي غتقدر تقصح مي ما غتموتش من غير الله يحفظ الا ضربك شي واحد ضربه البيت ولا فهمتي كان فوتي ديك الساعه كتولي المهم هي افات اون توكا ولكن كتكون ديك الساعه ما ليها هروب. المهم اللي عليك درتي انك داير الكاسك داير مسائل ديالك محترم القانون غادي بالسرعه القانونيه راه مره ماشي مشكل مره راه كلنا هكا. فهمتي مره راه سي نورمال راه باش كتجبد الكاب راه مايمكنش تبقى غادي وصل المدينه ب 60 طول طون ولكن اسي انكم تمشيو ب فهمتي بالسرعه القانونيه. مي بعض المرات واخا هكاك راه كطلع في الراس كتلقى شي طرقان كبار بحال لوطورات كتلقى 80 ولا 60 ولا كيولي بنادم كيعيق. دونك هادو هما لي بوين اسونسييل و لو بوين اسونسييل واحد اخر وسط المدينه شنو هو الصبر حيت الا ما صبرتيش مع داك الحراس الا ما صبرتيش مع داك الحراس راه ما غتمشيش بعيد فريمون ما غتمشيش بعيد. واحد اخو واحد عمر عليك فهمتي هز يديه وا سي فغي راه بنادم سيغتو لي موطور راه تيكون دمهم سخون بالعربيه دمهم سخون و... دمهم سخون وما كي فهمتي سيرتو لا الا خورتيها معاهم وما كاينش داك سمح ليا ولا يعني فوق كدير معاهم ها ولا ها راه تو ياسوم. مي هادو هما لي 3 بوين اسونسييل اللي كندير انا بعدا في الحياه اليوميه والمسامح كريم فهمتي كيما قلت لكم راه بنادم ما كتعرفش شنو عنده طافي عندو غادي بحال لا. دونك فوالا هذا هو الفيلوغ ديال اليوم. ما تنساوش ديروا ان بيتي سبسكرايب لاشين و ان بيتي شير لا فيديو ان بارطاج لي فيديو و لو بلوز امبورطون سي كو عافاكم ما تنساوش خليو لي دي كومونتير على شنو اللي كيعجبكم وشنو اللي ما كيعجبكمش ou des suggestions à l'un des prochaines vidéos ou lesquelles on a comme chez Afkar Jdad chaque on a bien marqué avec vous et Allah qu'on va avec les brothers de la Médina de Rebat
تحية لكاع البايكرز وكاع العشران وكاع الرجال وكاع الخوت اينما كنتم. بايكرز برادر هود يحييكم.